عملية إنقاذ قام بها مواطنون من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لسائق صهريج من محافظة نينوى تعرض لحادث انقلاب على طريق الناصرية البصرة، علما أن الصهريج محمل بمادة البنزين شديدة الاشتعال. دعونا نشاهد شجاعة أهالي الناصرية في إنقاذ أخيهم من محافظة نينوى. يا الله يا الله، اطلع ويانا، على كيفك على كيفك، يلا يلا سبع، يلا ما حد يضل.